منتابع نحن وياكم بام تي في لايف. معنا دنيز ابي راشد معالجه نفسيه. موضوعنا هو الحداد. بعد المناظر اللي المشاهد يلي عم نشوفها اكيد في حداد، حتى لو ما كان يعني رحلنا عزيز ولا قريب. الشعب اللبناني كله اليوم حاسس بظلم، بقهر، وحاسس بخساره كثير كبيره، اذا ما كانت الخساره موجوده يعني قريبه. حتى الخساره البعيده هو حاسس فيها. لنشوف هالخساره والحداد عليها شو بيرتب على ثنائي، وقديه المسؤولية كبيرة هون بين الشريك والشريكة، وأكيد هالشي بينعكس على العائلة طبعا. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. اليوم نحن وين وضعنا النفسي شو هو؟ لأنه بعتقد الناس ضايعين ومش عارفين شو وضعهم النفسي. الناس بتقليلهم اليوم شو ما بيعرفوا، الناس بتقليلهم قديه صار لليوم. الشباب كنا عم نشوف قبل شوي مع شيرين عم تقله هيدا اليوم الـ11، عم يقلها ولا مش ما بقى عم عدهم، يعني الناس ضايعة. صحيح، أصلاً الأحداث الصعبة والظروف الاستثنائية والحوادث اللي عم نمرق فيها المؤلمة، وخصوصاً الأحداث الأخيرة، بتحطنا كلنا قدام واقع كتير صعب، لأنه الحزن والألم كتير كبير والخسارة هائلة. وشو ما قلنا ما فينا نخفف من الوجع يلي عم بحسوه الناس. هلأ أكيد الجروحات منا بس جسدية، في أشخاص عم بيعانوا من جروحات نفسية، ويمكن معالجتها تكون أصعب من الجروحات الجسدية لأنه ما بنقشعها. أكيد أنه الصحة النفسية هي شيء أساسي بالحياة، بس بالأخير صحتنا النفسية هي بتفاعل دايم مع شو عم نعيش وبشو عم نقطع، من وضع اقتصادي صعب لوضع صحي، خايفين من الكورونا لوضع أمني. يعني خسارة ورا خسارة، آخر شيء صرنا عايشين حالة حداد دائمة مستمرة، وأكيد هيدا الشيء عم بخربط لنا حياتنا، وأكيد بده يأثر علينا كأفراد، وبده يأثر على علاقتنا بمحيطنا مع الأشخاص اللي حوالينا، وأكيد مع شريكنا ومع عائلتنا. بس اليوم قبل ما نوصل نظبط علاقتنا بالشريك، أو قبل ما نوصل نفكر كيف بدنا نبني علاقة صحية، أو أنا كيف بدي أكون دعم لشريكي، أو كيف بدي أكون عم بحبه وانحب. ما الإنسان عنده احتياجات أساسية بالأول، بيطلع بالهرم حاجة ورا حاجة. الاحتياجات الأساسية اليوم الحاجة للمأكل، للمشرب، للمأوى، الحاجة لأني أشتغل وحس حالي منتج بحياتي. هيدي كلها الحاجات الأساسية تهددت بالأحداث الأخيرة، فوصلنا لمحل يعني فعلا الشخص مش عارف كيف بده يظبط حياته ولا شو بده يعمل بحياته. بس هيدي الأحداث الصادمة، إذا شوي بدي أحكي على صعيد الكوبل، أول شيء الأحداث الصادمة بتخلي الشخص يعني بتخلي الأشخاص يعيشوا حالة استثنائية، في نوع بدي أقول من شعور كامل بالعجز. وهيدا الشعور كتير صعب، لأنه هيدا الشعور بتحسي أنه حياتك بخطر وحياة الناس يلي بتحبيهم بخطر، وما قادرة تعمل شيء، مش قادرة تعمل شيء تتغيري هيدا الواقع. وهيدا الشيء مش بس الشخص يلي بالصدمة بعيشه، ما قادرة حتى تخططي أو تجربي أنه تزيحي عن الخطر، أو تجربي أنه تحمي يلي بتحبيهم، بأنه تفكري أنه بلكي بقدر أعمل هالبلان وغير هالبلان. حتى هيدا مش موجود. صح، هيدا هي الصدمة. يعني اليوم بس نحكي عن صدمة، في ثلاث عوامل أساسية بدها تكون موجودة. أول شيء حدث غير متوقع، ثاني شيء الشخص منه مستعد لهيدا الموضوع، ثالث شيء الشخص ما بيقدر يعمل شيء لحتى يغير هيدا الواقع، ما عنده كنترول على هيدا الوضع بأي طريقة. واليوم مش بس الشخص اللي عايش الصدمة، إذا بدي أحكي عن الكوبل كمان الشريك الآخر بحس بمحلات بالعجز، ما بيقدر يعمل شيء حتى يساعد شريكه، بيقدر يحس إنه هو منه مقشوع بالعلاقة أو منه مفيد، ما له دور، وهذا الشيء كتير ببعد الأشخاص عن بعضهم. المشاعر يلي بعيشوها الأشخاص من جراء الصدمة، بعيشوا الأشخاص تخربط بمشاعرهم، مرات بعيشوا نوع من تخدر عاطفي، يعني ما بعود الواحد على صلة مع الواقع، ما بعود عارف حاله شو عم بحس. أكيد في خوف، في قلق، في غضب كتير كبير، في حزن، في حاجة للعزلة والوحدة مرات، في أوقات شعور بالذنب، يعني ما بتحس أنه بدك تفرحي والناس هالقد محزونين، ما بتحس أنه قادرة تتخطي خسارة هالقد كبيرة وتكملي وكأنه ما في شيء. يعني
حتى إذا بدك ما بتقدر لأن في شعور بالذنب. صحيح، شعور بالذنب كتير كبير بكفي مع الأشخاص كل الوقت يلي مصدومين، بس اللي أنا عم أقوله أنه هول المشاعر، يعني بس واحد يكون هالقد معصب، بس واحد يكون هالقد حاسس مش عارف حاله شو حاسس، هالقد مخربط وين بدهم يروحوا، بدي فشهم بشريكه. مشان هيك لابد من أنه تأثر على العلاقة، ولابد من أنه تأثر على ديناميكيتنا بالعيلة، لأنه بمحلات ما بنعود نعرف نحكي مع بعض، يعني حياة الكوبل بخطر، التشنج بده يظهر بالعلاقة، كل ما نحكي بدنا نتشارع، يمكن نصير عم نجرح ببعض، يمكن نصير عم نلوم بعض، ننقل غضبنا كله لقلب بيتنا، بصير عندي مصيبة مع شريكي، بنسى مصيبتي برا بنقلها مع شريكي. إذا الشريك متوقع الأمان من شريكه أو متوقع الإصغاء دايما من شريكه، هن اثنيناتهم بنفس الأزمة. صحيح، مشان هيك هيدا الحدث ايه بيقدر يأثر على الكوبل بطريقة سلبية، بس كمان تما نكون سلبيين، مرات مثل ما عطول منقول المصيبة بتجمع، ومرات بيقدر يكون عنده أثاره السلبية الإيجابية على الكوبل كمان. بيقدروا يكونوا بهيدا المحل عم بيقدروا يرجعوا يكونوا دعم لبعضهم البعض، عم يقدروا يكونوا متفاهمين وتقوي العلاقة بمحلات إذا عرفنا كيف نتساعد وكيف نقطع سوا مراحل الحداد. وهلأ هيك آخر شيء بنعطي مثل نصايح كيف الكوبل بيقدروا يتعاملوا مع بعضهم بهيدا الوضع. اليوم عم نحكي عن حداد الشريك هو بحس أو الشريك والشريكة بحسوا فيه، بس بينعكس كتير كمان على العائلة، يعني كمان هون مسؤولية الثنائي أنه يكونوا هن يزبطوا هالعلاقة لحتى ما تكون عم تنعكس على العائلة يلي أصلا هي كمان متأذية. صحيح صحيح، اصلا هون مهم نقول انه بس عم نحكي عن موت او حداد، عم نحكي عن الموت بمظاهره المختلفه، ان كان الموت الفعلي عن خساره. صحيح، حيلا خساره او حيلا فراق او حيلا تخربط مفاجئ بحياه الانسان بخلي الاشخاص يقطعوا بمراحل الحداد وتخربط العلاقه، عم تزيد الخساره خساره. صحيح، عم تزيد الخساره خساره، يعني اليوم في 5 مراحل للحداد بدهم يقطعوا فيها الاشخاص لما يتعرضوا لهيدول الاشياء اللي ذكرناهم، بدهم يقطعوا بخمس مراحل. هلا هيدي المراحل اكيد بتختلف من شخص للتاني، يعني في شخص يقطع المراحل بسرعه وممكن شخص يعلق بمرحله ويحس انه بده وقت لحتى يقدر يتخطاها. هلا اول مرحله هي الانكار، يلي كلنا صرنا عارفينها، انه شخص ما بيستوعب شو صار، ما بيصدق، ما بيقدر يقبله. تاني مرحله هي الغضب، هون الغضب كتير كبير، الغضب على حالنا، على الناس، على الله، الغضب على كل شيء حوالينا، وهون بهيدي المرحلة بتكتر التساؤلات وبيزيد الذنب يلي عم تحكي عنه. ثالث مرحلة هي المساومة، منبلش نقول لو ما كنا هون، لو رحنا بهيدي الطريق بدل هيدي الطريق، لو ما صار هيك، هيدي لو كتير بتعذب. رابع مرحلة هي الكآبة والحزن والمعاناة، وهون الشخص كتير مهم يعيشها لهيدي المرحلة تيقدر يكون على تواصل مع ذاته ومع مشاعره تيقدر يتخطى أسرع، لأنه كبت المعاناة ما بتعود تخلينا نتخطى. وخامس مرحلة هي التقبل، وأكيد التقبل مش يعني ننسى، ولكن ما يعود هيدا الشيء عم يقف بطريقنا. بالنهاية اللي بدنا نعرف أنه الحداد منه مرض، وإنما هو جرح وبدنا نشفى منه، يعني بدنا نتقبل انه نحن اليوم بمرحله حداد ونعرف انه بدنا وقت لنطلع منه. صحيح، بدنا نقبل هيدا الواقع، وبدنا نعرف، اذا بدي احكي عن الكوبل بالتحديد، بدنا نعرف انه الشغل الداخلي على الحداد هو بيمشي كتير ببطء، يعني فشختين لقدام فشخة لورا، هي هالمراحل ما بتجي ورا بعضها، مرات بقرب برجع لورا. فإذا بدنا نعرف نحترم ريتم كل حدا، بده يعرف الشريك الآخر يقبل شريكه بمطرح ما هو، وما يصير عم بيطلب منه قصص هو منه قادر يعملها، لأنه ريتمنا مختلف. وأهم شيء ما نصير عم نحكم على بعضنا، يعني بس نصير نقول لبعضنا مثلا خلاص يلا شد حالك، ما بدها هالقد، يمكن نحن وضعنا احسن من غيرنا، اشكري ربك ما في لزوم تعملي هيك، او ما بدي بقى اشوفك عم تبكي. هول كتير صعبين، لانه هول بتكوني انت عم تقولي للشخص انه مش مفروض تحزن، بس كمان الشريك بحس انه بده يجرب ينشل شريكه من هيدا المغطس اللي واقع فيه، او يعني من هيدا الحفره اللي عم ينزل فيها اكثر واكثر. يعني من ميلي لازم يكون في اصغاء اكيد وسماع، ومن ميلي الواحد بحس انه كمان ما بدي خلي ينزل بعد أكتر وأكتر. إيه صحيح، يعني هون مشان هيك بدنا نحترم بعضنا بالمراحل يلي عم نقطع فيها. يعني إذا أنا تخطيت أسرع بدي أعرف أنطر شريكي، أعرف كون سند
لإله. هلا بنحكي كيف يقدر ايه؟ اول شيء بدي اقول انه هو الموت والخساره هي من التناقضات الكبيره يلي بنعيشها بالحياه. ليش؟ لانه بس ننسى انه حياتنا محدوده بالوقت وانه نحن معقول نموت او نخسر اشياء عنا اياها، بتلاقينا منصير عم نعيش اقل، يعني ما بنعطي اهميه لعلاقتنا مع الشريك، بناخذها تحصيل حاصل، ما بنعطي اهميه للاشياء اللي بتسعدنا بالحياه، بنصير نعلق ونزعل على امور صغيره ومنعيش اكثر بس نحس انه الموت ناطرنا والخساره ناطرتنا، بتلاقينا بنصير نعطي اهميه وقيمه للعائله، للشريك، للامور يلي بنحبها وما بنعود نعلق ونزعل على امور صغيره بالحياه. مشان هيك اول شغله مدعوين لها الكوبل اليوم تيقدروا يكونوا دعم لبعضهم البعض انهم يرجعوا يعطوا قيمه ومعنى واهميه للاشياء يلي عنا اياها، ومنهم علاقتنا مع الشريك، نرجع نعطيها هيدي الاهميه، نرجع نعيد ترتيب اولوياتنا، يعني اليوم الوقت يلي بنقضيه مع الشريك، الوقت يلي بنقضيه مع العائله، الوقت اللي بنقضيه مع بعضنا، هول اشياء كثير ثمينه، هول اهم شيء بالحياه، نرجع نعرف قيمتهم. بس الخايف اليوم المجروح يلي عم نقول عم يمرق بحداد يلي فاقد الامل بقول لك ماني قادر اعمل هالخطوه اليوم. صحيح، مشان هيك تاني نقطة بدي أقولها أنه اليوم المشاعر السلبية يلي هي ناتجة من الأحداث المؤلمة والأحداث الصادمة هي بتخلي الأشخاص مثل ما قلتي يفشوا خلقهم ببعض، ومثل ما قلنا مرات بيصيروا بالكوبل كأنه في حرب بيناتنا، كأنه أنا مشكلتي هي الشريك، وهون بتكتر الاتهامات المش عادلة أحيانا وبتكتر الملامات وبنبعد كتير عن بعض. هون دور الشخص يلي تخطى أسرع يقدر يستوعب الشريك الآخر ويقلب المعادلة من أنا ضدك لأنا وياك ضد الأحداث اللي عم نقطع فيها، أنا دعم لإلك، وشوي وشوي إذا ما استدرج مع شريكه لشريعة، ما رد عليه، ما فات بجدل معه، شوي وشوي بخلي الشريك يستوعب إنه أنا منا مشكلتي شريكي، أنا مشكلتي الأحداث اللي عم بقطع فيها، وأنا وشريكي بدنا نقدر نتخطى هيدي الأحداث سوا. تنوصل اليوم إذا بقى بعد لنا شوية وقت إذا بدنا نعطي نصائح عملية. إيه يعني لما ممنوع الصبح هيدا إذا نمنا. هيدي النقطة اللي بدي أقولها يلي هو نعرف أول شيء الشخص يلي عايش حالة صدمة هو شخص ما عنده أمان، هو شخص عايش عدم استقرار، كل يوم عم بحس إنه رح ترجع تصير الحادثة، عم يرجع يسترجع الأحداث، هو خايف، فبدنا نعرف نعيشه نوع من استقرار. مشان هيك كمان كتير مهم الشريك يقدر يخليه يحس بالأمان والاستقرار، يكون حده جسديا ومعنويا، يقدر فعلا يكون حده تيعيشه شوي حالة أمان. اليوم وجودنا حد الشخص حتى لو ما حكينا، حتى لو الشخص ما حكي، وجودنا حد الشخص كتير بيعني، بخلي الشخص يطمن، وشوي وشوي نعرف نستمع أو نسمع مزبوط، يعني في طريقة كيف نسمع، كيف نخلي الشخص يحكي، شوي وشوي نعرف نكون حده ونسمع له، يعني الشخص يمكن عايز يعيد الخبرية عدة مرات، هيدي كتير بتساعده تيطلع من حالة الصدمة، فما بدنا نقول له إنه خلص هالخبرية صرنا سامعينها 100 مرة، لا، في يكرر ويكرر ويعيد، في حاجة لأنه لهالتكرار. صحيح، وهيدا التكرار كتير أساسي لأن هيدا بخليه يتخطى. كمان بدنا نعرف كيف نسمع له بأنه نعطي أهمية لمشاعره، وما نصير نقول له أنه خلاص هولي صرنا قايلينهم كذا مرة وما بقى بدنا نبكي في أوقات العكس، في ناس يعني بيسكتوا وما بيعبروا، ويمكن مرقوا بتروما كتير صعبة، مع أنه كلنا مرقنا بتروما، يعني حي لحدا سمع بس سماع الانفجار يلي صار مرق بتروما كتير كبيرة، بس في ناس مرقوا يعني بتجربة كتير صعبة وبيسكتوا ما بيحكوا عنها لليوم، ما بيحكوا عنها، هي كتير خطرة. هيدا اللي كنت عم بقوله، بيكونوا علقوا بمرحلة منهم قادرين يتخطوا، منهم قادرين بعد يكونوا على تواصل مع مشاعرهم. منيح مش بالأول اليوم، يعني منيح محاولة السؤال، طبعا مش الضغط بس محاولة السؤال عن الموضوع اللي قلتيه كتير مهم، كتير منيح وجودنا حده للشخص تشوي وشوي حسب ريتمه هو يحكي من دون الضغط عليه، لأنه مرات ما بيكون جاهز يحكي، ما بيكون جاهز بعد ما انه مستوعب، بعد ما انه متقبل الحدث، ما انه بعده بحاله الانكار يمكن او بمرحله الغضب، ما فيني اجي انا اضغط عليه لحتى يحكي، ما انه جاهز لهيدي المرحله، بس انا بتواجدي حده، بتواجد الفعل حده، بطريقه استماعي له شو ما قال، اعرف اسمع له، شوي وشوي بصير جاهز وبيقدر يحكي، وشوي وشوي واكيد كثير مهم يحكي، يعني اكيد بده يوصل لمرحله يقدر يطلع الحزن يلي عايشه لحتى يقدر يتخطاه. دنيز أبي راشد، شكرا لوجودك معنا، أهلا وسهلا فيك، معالجة نفسية.